من يقضي لوازمه يا علي من يسوي بندر من يقضي ملازمه اختار سعيد ولا بندر يوم تجال ملازمه الشعار ضيوف علينا جميع وانا مضيف ماني بضيف فانا عندي قصيده بستاذن فيها اخوان الشعار وبعدها البساط احمدي تفضلوا خذ راحتكم الله يحفظك ما يحتاج خذ راحتكم احنا ودنا والله تاخذ راحتكم مره واحده الله يحفظك يا لا 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 يا لا 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 يا ملكنا الله يطول عمرك بصحة وعافية والله إنك عندنا محبوب وإن اسمك علينا غالي وإن حبك ينبض مع كل نبضة من قلوبنا أنت أمر فينا وحنا ما علينا إلا الولا والطاعة وحنا بايعنا على ما بايع أكبونا وجدنا وأنا بنقول لك رسالة كل شعبي وكل مواطن تحمل في طياتها حب وعتب واصدق مبايعه لا مات الشعب السعودي حلمنا في كل ميزانية نغتني ونجرد ثياب الفقارة عن جنوبنا والله إن ما طمعنا لكن إن الحال ما هو مرضي كم يتيم وكم فقير وكم مريض وكم مديون والعمالة السايبة تسرق مواطننا وخدمة ساهر
واكثر من ثلثين من شعب السعودية بلا سكن، والهواتف والطرق والنت بعد التحلية والكهرب والصحة والنقل والتعليم حقا من حقوقنا، والرواتب بين سكين الفواتير وسيوف التاجر، أما راحت في غلا التسديد راحت في غلا الأسعار، والملايين التي تعطى وتصرف لالبل والكورة كلها كذب وبذخ في ناس ما يستاهلونها. وانا باسم العسكري واسم المؤذن والسايق والحارس والمعلم والمراسل وايضا الفراش والفلاح، نطلبك بالله ومحمد رسوله والكتاب الاعظم تلتفت فينا بعين العطف وتراعي ظروفنا، ما بنتشبه بمن خان ولا تمره منظاهر، لا حشا حنا كتاب الله ودين الله لنا دستوره، والدليل على محبتنا لحكام البلد والدولة ما حمل خوبه ولا حد الخليج إلا رقابنا، ما حمل خوبه ولا حد الخليج إلا رقابنا. بصحة وعافية والله انك عندنا محبوب وان اسمك علينا غالي وان حبك ينبض مع كل نبضه من قلوبنا، انت امر فينا وحنا ما علينا الا الولاء والطاعة، واحنا بايعنا على ما بايع كبونا وجدنا، وانا بنقول لك رسالات كل شعبي وكل مواطن تحمل في طياتها حب وعتب واغلى مبايعه، تحمل في طياتها حب وعتب واصدق مبايعه، لمت الشعب السعودي حلمنا في كل ميزانيه، نغتني ونجرد ثياب الفقارة عن جنوبنا، والله ان ما طمعنا لكن ان الحال ما هو مرضي، كم يتيم وكم فقير وكم مريض وكم وكم مديون، والعمالة السايبة تسرق مواطننا وخدمة ساهر، واكثر من ثلثين من شعب السعودية بلا سكن، والهواتف والطرق والنت بعد التحلية والكهرب والصحة والنقل والتعليم حقا من حقوقنا، والرواتب بين سكين الفواتير وسيوف التاجر، أما راحت في غلا التسديد راحت في غلا الأسعار، والملايين التي تعطى وتصرف لالبل والكورة كلها كذب وبذخ في ناس ما يستاهلونها، وانا باسم العسكري واسم المؤذن والسايق والحارس والمعلم والمراسل وايضا الفراش والفلاح، نطلبك بالله ومحمد رسوله والكتاب الاعظم تلتفت فينا بعين العطف وتراعي ظروفنا، ما بنتشبه بمن خان ولا تأمره منظاهر، لا حشا حنا كتاب الله ودين الله لنا دستوره، والدليل على محبتنا لحكام البلد والدولة ما حمل خوبه ولا حد الخليج إلا رقابنا، ما حمل خوبه ولا حد الخليج إلا رقابنا. المحضر وعلى سيداه وحاتمه، يا سلامي على المحضر وعلى سيداه وحاتمه،
يا سلامي على أهل المحضر وعلى سيداه وحاتمه. والله لولا الغلا ما نحضر والمواجيب حاتمه. والله لولا الغلا ما نحضر والمواجيب حاتمه. يبدون في المحاورة وابطل الليل خلص هم فبنختمها بهذه عشان تحلهم الفرصة. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 الجنابة إذا ضميت على زادها من في ضماها غير رأس الذي يحسب رجال الحجر من دونها. الرفيق الكفو لو يطلبك من عروقك في اندمك له والردي لو ترد عن يمينه فلا شمل بنا. والردي لو ترد عن يمينه فلا شمل بنا. سلامي على ذا يعرف الشعر مني وش نباه. يا رجال الحجر يا كيف يا راسم الروس القبائل سل والنافعي تبرق شباها ترى وطال القعود. سل والنافعي تبرق شباها ترى وطال القعود. الجنابي لا ضميت على زادها من في ضماها غير راس الذي يحسب رجال الحجر من دونها. الرفيق الكفو لو كان يطلب من عروقك في دم الرفيق الكفو لو يطلبك من عروقك في اندمك له والردي لو ترد عن يمينه فلا شمل بنا. والردي لو ترد عن يمينه فلا شمل بنا. يا سلامي على ذا يعرف الشعر مني وش نباه. يا رجال الحجر يا كيف يا راسم الروس القبائل سل والنافعي تبرق شباها ترى وطال القعود. الجنابي لا ضميت على زادها من في ضماها غير راس الذي يحسب رجال الحجر من دونها. والرفيق الكفو لو يطلبك من عروقك في اندمك له والردي لو ترد عن يمينه فلا شمل بنا. والردي لو ترد عن يمينه فلا شمل بنا. يا لا 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 يا لا 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 لا. العجوز اسقت ليتام من بئرها من فيض ماها
لين شدت مذارعهم وطاحت عليها سنونها. قالوا الأولين إن الملقف يعاون من دمك له، وأنا كم لي ألقف صاحبي غير ما شمل بنا، وأنا كم لي ألقف صاحبي غير ما شمل بنا. جيتنا عنوبة ما هو فتلش نباه، بين حزب الله وطهران زواد مراحة والقبائل، بين حزب الله وطهران روى زواد مراحة والقبائل، وانا ما خفت منها غير خوفي على خشم القعود. العجوز اسقت ليتام من بيرها من فيض ماها، لين شدت مذارعهم وطاحت عليها سنونها. قالوا الاولين ان الملقف يعاون من دمك له، وانا كم لي القف صاحبي غير ما شمل بنا، وانا كم لي القف صاحبي غير ما شمل بنا. اللي حضر من نجد واللي من التهم، وانا عن الطايف ومثلها للغربية، هذي ثقتهم والثقة في محلها.
لا 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 أشوف في الأجواء بروق وراعد شي قرب منها وشي تباعد محدن بيطلع للسما في مصاعد الليل ساري والمسافة طويلة ذا الليلة الشعر من كل منطقة اللي حضر من نجد واللي من التهم وانا عن الطيف ومثلها للغربية هذي ثقتهم والثقة في محلها أشوف في الأجواء بروق وراعد شي قرب منها وشي تباعد محدن بيطلع للسما في مصاعد الليل ساري والمسافة طويلة ذا الليلة الشعر من كل منطقة اللي حضر من نجد واللي من التهم وانا عن الطيف ومثلها للغربية هذي ثقتهم والثقة في محلها يا لا لي لا لا لي لا 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 يا لا لي لا لا لي لا 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 هذا صحيح قول واللي لا سار في الاعلام صادر ووارد فانا مع ابني شهر دوم متواجد اعد نفسي من وساع البنايد الليل بدري والمسافه طويل لا 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 يميز الرجال فعله ومنطقه اخوان ما فينا رديا ومتهم والشمس في كبد السماء ما هي بغربيه وانا بعيني يا علي لا محلها Thank you.
يا لا لي لا لا لي لا 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 يا لا لي لا لا لي لا 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 يا لا 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 الليل بدري والمسافة يا لا 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 من يسمعك ظن الذبيحة معلقة يا اللي عن الطيف يرحب ولا عزم أما تقدمت النشامة بمسؤولية ولا علوم الشرق والشام خلا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 اعلم ترى الايام فوز وخساره والمجتهد لازم ينال الصداره وانا من الليله وزير الوزاره الليل بدري والمسافه طويله من يسمعك ظن الذبيحه معلقه يا اللي عن الطيف يرحب ولا عزم اما تقدمت النشامه بمسؤوليه ولا علوم الشرق والشام أعلم ترى الأيام فوز وخسارة والمجتهد لازم ينال الصدارة وأنا من الليلة وزير الوزارة الليل بدري والمساء من يسمعك ظن الذبيحة معلقة يا اللي عن الطيف يرحب ولا عزم أما تقدمت النشامة بمسؤولية ولا علوم الشرق والشام خلا المجتهد لازم ينال الصدارة متصدر لا تكلمني المجتهد لازم ينال الصدارة واعلم ترى الأيام فوز وخسر وانا من الليلة وزير الوزارة الليل بدري والمسافة طويلة من يسمعك ظن الذبيحة معلقة يا اللي عن الطيف يرحب ولا عزم أما تقدمت النشامة بمسؤولية ولا علوم الشرق والشام